بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إذن المحاضرة رقم 9 في دورة التعليم على برنامج تاد برو في سبيل حياة هندسية مدعمة بقرار مستند إلى حجة علمية واضحة. كان انتهت المحاضرة السابقة بسؤال عزيزنا المهندس حسن، تكلم أنه التمثيل الحقيقي للأسس هو مو إلاستيك سبرينج. خلينا أترجم السؤال مالته إلى بعض المصطلحات وأضيف من عندي إذا يسمح لي. أكو إلاستيك سبرينج، أكو بلاستيك سبرينج، أكو إلاستيك بلاستيك سبرينج أو إلاستو بلاستيك سبرينج، أكو حق فرق. شنو الفرق بين ذني؟ إلاستيك سبرينج إنه فعلًا سبرينج من تضغطه ينضغط، من تهده يرجع إلى وضعه الطبيعي. بلاستيك سبرينج لا، مثل الطين الاصطناعي أو كذا، تضغطه ينضغط، من تهده يبقى مضغوط بنفس المقدار. إلاستو بلاستيك يرجع نص بنص، يرجع جزء من يعني احنا طبعا هنا فعلا التربه ما نقدر نقول هي فولي الاستيك، بس احنا ناخذها الاستيك. ليش؟ طبعا ناخذها الاستيك، اول شيء احنا نحكي از ماتر اوف كالكوليشنز، يعني كحسابات بصراحه بلاستيك ما نقدر نشتغل، بلاستيك يدخلنا بقضايا معقده جدا وكذا، فهي اول شيء لازم الاستيك. زين، ثاني شيء احنا هذا السبرينج بصراحة جايبيه حتى ينضغط، مو حتى ينضغط ونشيل الضغط من عنده. يعني شنو؟ يعني احنا نريد الشيء اللي بالتربة انه التربة شنو عليها؟ لود، وهذا اللود جاي ليسوي بيه ستلمنت، فعندي فورس وعندي شنو؟ ستلمنت. I am not interested about removing the load. يعني ما عندي الآن بالبناء مالتي أو بالتصميم أو بالكذا إنه أنا أريد أصمم الأساس حتى أسوي يسموها cyclic loading، loading and unloading، loading and unloading، sequence، تسلسل باللودينج. ما عندي هيك شيء، ما مطلوب من المصمم يعني، ما إلا الله مفلش فت كيس معينة، فت بناية قديمة فلشناها وجينا وكذا. حتى هذه هماتين هم نسوي التربة loading وunloading وشيء، يعني ما موجودة في عرف التصميم شيء اسمه loading وunloading. We have only شنو؟ loading. إذن إحنا مهتمين بس بالloading. إذا أنا مهتم بهذا بالسيناريو بهاي اللقطة بس هذا حسن، إنه load سوى شنو؟ settlement. ليش؟ إن هذا الثاني صورة أكثر قرب للواقع من الهنج والفيكست اللي ضربت الكروس بالأحمر مثل ما تشوفون بالصورة هذه، لأنه هنا هذا أقول ماكو settlement، تلغي من الوجود، وهنا شنو؟ أكو ستلمت. زين، إذا هالشيء ليش الآن ما مصادر التربة والأسس والتصميم كلها تلغي واحد واثنين وتبقي شنو؟ ثلاثة. أنا أقول الحق رأيي، وهذا أيضا قريته بعض الكتب موجود هذا الرأي، مو تماما من عندي. المشكلة كلها وين؟ محصورة بهذا الحرف K. شلون تحسب K؟ منين تجيب K؟ يعني لو في يوم من الأيام وصلنا إلى قيمة موثوق بها لكي 100%، أنا أقول لك تختفي الموديل واحد وموديل اثنين. عندي فرق صدقته وكي. أو هنا المشكلة. يعني أشرت لها السرح أفوت بالتفصيل. كي ما تعتمد فقط على نوع التربة. يعني يا ريت السنجي شو نقول مثلا؟ مختبر التربة إيه السنجي صادفة. مثلا مختبر التربة شو نقول له؟ يا بتعال أنت مو تعطيني بيرن كاباسيتي. بالتربة شطوا شطوا بالمختبر بين الكباسيتي أهم شيء، وكبع أشياء أخرى التركيب الكيميائي والفريكشن وما أدري إيش، وكل هاي ما معني من أحتاجها بصراحة. شو أقول له؟ أحسب لي كي. يقول حاضر. شوف شو راح يحسب كي. راح يجيب بليتة قياسية أبعادها يمكن 30 فيت، ما متأكد، بس بليتة صغيرة، يخلي عليها جاك ويجي يسوي جاك ماسكارا واللود وماشينه، ويجي يحسب السطلمت، يحسب اللود على الجاك، يقسم على المساحة مال 30 في 30. شو راح ينطيك؟ راح ينطيك كي، ممكن قايس الكياها بوحدات كيلو نيوتن مثلا لكل متر مربع، لأنه بليتة لود على بليتة، لكل متر ساتلمنت مال التربة. هاي كيلات معلومة ما يخالف ناخذها بعمق الأسس، ماشي. بس وين المشكلة؟ المشكلة من تجي، هل الأساس لو الأساس مالتك هو عبارة عن مربع 30 في 30 وعليه point load، this is the exact K you need، بس هو أساسك مو هالشي.
أساسك يجوز بايل، أساسك يجوز رافت، أساسك يجوز مستطيل، يجوز مدور، يجوز كذا. فإذا شكل الأساس يأثر على قيمة شنو؟ كي باختصار كي تجي من فشي اسمه Soil Structure Interaction، فيعتمد على شيئين، نوع التربة ونوع الأساس. لهذا بصراحة راح نقيسه بشكل تقريبي أو نعتمده بشكل تقريبي. زين، ما هي قيم كي؟ مرة افتحت كتاب باع وارس أجمع معلومات عن كي. باع إيش لقيت؟ لقيت تيبل بي كي تتراوح من إلى بهاي الوحدات اللي قدامكم. شلون الرينج؟ الحمد لله والشكر 1000 إلى 100000. قلت خوش، شنو؟ أنا مهندس وعلموني أساتذتي جامعة بغداد قالوا دائما نروح عند السيف سايد. فهنا السؤال، عند السيف سايد السبرينج 1000 لو 100000؟ كنا راح نقول 1000 بلا تردد. وأنا أجيت طبعا أجيب كل أسوي أمثلة، سوي مثلا أساس وغير مرة 1000 مرة 100 وباع وعشي يصير وشي بجي. جيت لقيت من أخلي 1000 السبرينج، ألقى الأساس كل شيء ماكو، لا علي مومنت ولا متر شنو وكذا، كل ما هنالك سبرينجات وهو انضغط بيها. يعني إنشائيا الأساس ما تأثر، بس شنو اللي تأثر؟ سطلمنت ما تصار كبير اللي أصلا هو سطلمنت مو يمي. بالمناسبة فشغلة مهمة يجوز يعني أنتوا يعني تعرفوها أو ما تعرفوها ما أدري، السطلمنت دائما منو اللي يشيكه؟ Soil Investigation Laboratory. احنا من يعني من شيك يعني هذا متعارف عليه، خلينا نقول سف، انا ما ادري برا شلون بالخارج، لكن احنا المختبر مال التربه بنطيه ماكسيمم كولوم لود وين مكانه ومينيمم كولوم لود وين مكانه، ونطيه بلان مال البنايه ونقول له يعني كم طابق وما ادري شنو. هم يروحون يجون بالتوصيات يقولون وقد تم تشيك السيتلمنت والديفرنشال سيتلمنت وهو ضمن الحدود المسموح بها. خلاص كين شايين ما لنا علاقة، هذا متعارف عليه بالشغل بالعراق، ما عندي علم برا، استشاريين برا شي يسوون. زين، إذا أصلا أنت مو يمك سطلمنت، هذا السبرينج إيش قد انضغط إيش قد كذا نزل، بس وين شفت المشكلة تطلع عندي؟ لمن أخلي سبرينج قوي وبصفه شنو؟ سبرينج ضعيف، ألقى لك الأساس صاير لك أمواج. شلون؟ مثلا هيك بهالشكل، هذا اساس وايل حاله راح اقول لكم وين اشتغلت به هيك، يعني هاي مو افتراض. هنا سبرينج قوي، وهاي المنطقه شنو بيها؟ ضعيف. ايش راح يصير بالاساس؟ هنا راح ينضغط زايد وهناك ما راح ينضغط. شوفوا شلون صار نا تقعر ونا تحدي، تطلع عزوم تطلع. هاي هي أخطر حالة. هاي وين ممكن ترد؟ الجواب نعم. حجينا على الحالتين صراحة، واحدة بالعتبة العلوية صارت، واحدة بمرقد صار في صفا، يمكن مرقد صار في صفا أو واحد. قالوا إحنا جوا هذا عندنا سرداب مال العائلة، ثلاث طوابق السرداب وشي، بس إحنا نريد هذا بعد ما ندفن به نلغي السرداب، فرد ندفن السرداب. طبعا أنت لا تنسى من تدفن أي مكان بالأرض خلينا نقول تبني عليه، كون تدفنه بشكل علمي. شنو الدفن العلمي؟ أولا سبيس، ثانيا طبقات، كل طبقة قد ما تتجاوز 25 سنتيم أو 20، وكون حد من 90 95. سرداب كبير وشي مهم، جينا لقينا حصوا على مدرشين وعلى كذا مدفون. البقية اللي بصفة المنطقة اللي مو سرداب، منطقة أصلا حتى ناس حول السن الصخري والكذا من كثر ما قوية دينس ساند، كل عكس هاي تماما. وتجي تقعد أساس رافت على من؟ على الثنين. تروح تصفون. تذكرت في اليوم في 2006 يعني زرنا استشاري في إيران، هو مصمم رصيف بحري في جزيرة اسمها كيش، وحودان جزيرة كيش وكذا وشي.
وروان الشغل ما تقدر تكون مصمم بعض الابنيه الاخرى مثل صحن الامام رضا عليه السلام وشيء. فدي راوينا شغله فتذكرت في شغله حق شرحناها ما راح شفناها اللي هي قلعه اسمها قلعه بيرسيبوليس في القلعه الاثريه بايران. هاي القلعه صار بها كراكس وكذا وما شنو. فهو طبعا هذا يعني فشي يعني بصراحه يعني اعظم استاذ يعني ملتقي به. كان عنده اثنين دكتوراه بالتربه وبالستركتشر. يمكن هذا اللي خلاه يجمع هذني الاثنين يعني واحده من بريطانيا واحده من امريكا من اشهر الجامعات. دكتور عبد العظيم شاكرمي. دكتور عبد العظيم قال لقيت الحل، لقيت المشكله وين. هاي القلعه صار لها الاف السنين، لقيت ان هاي القلعه نصها قاعد على جبل روك ونصها قاعد على شنو؟ على السويل. هي هاي المشكله. طبعا بعدك حلو الجراوتنج شو شنو حقن التربه مو يمنا. فانت هنا المشكله. وهاني هاي اقول لكم اياها بصراحه للتجربه يعني اللي انا مار بيها هوايه انسال اقول لك والله عندنا اساس قديم نشيله لو نخليه. اقول لهم شنو جو البنايه راسا جو الاساس؟ اقول لهم شيلوه. لا تخلون الاسس مالتكم تقعد على اماكن قويه وامان. يعني تربه ضعيفه على كل الموقع هواي اهون من قاسيه. اوكي؟ غير متجانس. هاي مشكله حقيقيه. لانه من السيتلمنت ديفرنشال تصير المشاكل. فلهذا ايش سويت؟ قلت اوكي هسه هذه تذكرت هاي الحاله ومرقد ما صار في صفه ومشروع مهم بزوار وكذا. عندي سبرنجات. اجي اخلي هنا سبرنج قوي واخليها ما شنو؟ منطقه السرداب هذا المدفون كيف ما اتفق سبرنجات وشي. فعلا طلع في التسليح بعد اللي باعه يعني تسليح غريب مو مرافت. يعني تسليح هنا توب هنا بوتوم هنا بالتفصيل شكله غريب. بس هم شنو ما يدرون انه ما مبين السرداب كله اندفن بعد دفنه واحده زين. ما يدرون انه اكو هنا شنو مثل فجوه او شيء بهالشكل هذا. هذه بصراحه اشوفه عندي اقول امثله ممكن السبرنج يفيدك بها. لكن خلينا نجي الان الاسس التقليديه العاديه تربه منتظمه ما ادري شنو كذا ما عندك اي مشكله او تنبدلها كلها سبيس. انت ايش تختار يا كي؟ هذا السؤال. لهذا بصراحه انا بيجي حالات اروح اختار يعني اسمحوا لي اخربط الفهم مالتكم. ليش؟ غير احنا قلنا مبررات وكذا. ليش اختاريت هذا؟ انا ارجع اقول التقليديه الظروف التقليديه القياسيه يعني ضربت لكم هسه اكزامبلز ممكن السبرينج يفيدني بشيء اوكي؟ زين؟ هذه ليش؟ هنا الدوران من تقول تقيد الدوران معناته ايش سويت؟ معناها انت نقلت للاساس وللتربه شنو؟ عزم. يعني هذا اسوأ شيء ممكن يكون. دائما اعتبر التربه شنو؟ ما تتحمل. اكو تربه تقدر تفتر؟ مو تمام؟ فاحسن شيء شنو؟ ما تنقل عليها عزم. تخلي العزم كله يتحمله الكولوم. فشو تسوي؟ هاي الجمله شلون تترجمها؟ جو ايش تعتبر؟ يجي السؤال المهم اللي دائما نسأل زين هو هذا الهنج يمثل الواقع لو لا؟ يعني فعلا فد مره شفت تصميم مال يوغوسلاف اول ما اشتغلت بالاسكان شوفوا اليوغوسلاف شلون مسوين الهنج. يعني طبعا احنا ما قدرنا نسوي مثلهم خفنا. يعني شفنا خرائطهم في احد المصانع في الاسكندريه بدنا نسوي مثله بالشرقاط. يعني بصراحة ما قدرنا نسوي مثله. كلهم خافوا. هسه اشرح لك محمد. هسه ادري متشوق تعرف. هسه ارسم الحديد. ارسم لك الخارطة مضبوطة حتى شنو؟ في مقص هنا بالضبط. شوف شو مسوين. شوف الجسارة والجرأة. طبعا هذا شنو ساعدهم؟ انه هم شركة يسموه هذا اللي هو تيرنكي مو شو اسمه اللي هو يصمم هو ينفذ تيرنكي يسموه مقاولة تسليم المفتاح. يعني هو المصمم هو ينفذ هو يصمم ينفذ. شوف هنا شو يردون يقولون. يردون انه من يجي اللود على الكولوم ينتقل للاساس اول ما يشتغل هذا هدف هاي تضييق المقطع حتى يشجعوا شنو يطق هنا. وبعد ما يطق هنا حتى حديد تسليح ماكو يمنع الكراك بحيث الحديد شنو صاير؟ صاير مجرد مثل النرماده مالت الباب حتى يلزم هذا ويا هذا من يفتر. هذا هنج.
This is typical hinge. هذا صدق هنج مضبوط. بس يعني ما قدرنا يعني مهندسين أنا كنت صغير بعدني يعني. خلينا نقول صار مكمل ماجستير وكذا بالعشرين عمري ما. هم الكبار هي شفتهم يخافون. حتى لو ماشي على 100 حبل هم ما سويها مستحيل. هو يريد كراك. هنا الشغلة. هو يريد يصير كراك بهالمكان. هسه حقوم شلون ما يخاف من الرطوبة والكذا. لا هو شو مسوي أكيد. سيلينج ختم. ختم إيش قاعدين مواد ماستيك ما شنو كان في. ها؟ هذا أساس منفرد بس شنو الأساس والكولوم هو موديل رقم واحد. بس الدكتور لازم التفاضل يحدده يحط الزون مالته يم الجروبات. أو أنا خاف الرسم مالتي مضبوط يعني تقريبا هو هيك شيء. يعني بعض هو خوش هاي يقدر يمد الحديد عمودي. بس حتى ما راد الحديد يعني يمنع الكراك. قال فد مرة يعني الكراك يصير حتى رأسا أول ما تنفذ البناية ويجي عليها اللود رأسا يصير الكراك يطق يقوم يشتغل هنج كولوم هنج. يعني بهيج حالة اعتمد على الحديد مو اشتغل كومبوزيت سكشن كونكريت شيش. إيه لأنه يشيرد من الكولوم يريد الكولوم هنا ينقل بس أكسيا. أحسنت هاي ملاحظة مهمة من إبراهيم مهندس علي هاي ملاحظة مهمة قالها. استنتج من شكل الحديد هذا المقص الكروس أن الكولوم واجبة أن ينقل إلى الأساس فقط أكسيال لود لا ينقل عزم. واضح؟ هذا حتى يمكن هذا الهوك يجوز أنا أرتمت حتى يمكن ماكو هوك واضح أنه ينقل عزم الأساس يسوي مفرد عازل عن الباقي الأسوش عن الباقي حتى لا فرض رافت هذا اعتبره رافت هم نفس التفصيل نفس التفصيل نحكي عن علاقة الكولوم ماذا ينقل الكولوم للأساس بس ويا عزم لأنه غير عميدة نفس لا لأنه الجوينت رجد شوفوا هي هذه هذا الفرق بين الرجد جوينت يعني سيمكن يعني هذا الكلام جزء موجه يعني شبابنا حتى يعرفون انه الاساس العادي والكولوم العادي شنو فرقه عن هذا حتى تقارنون شباب يعني اخوان مهندسين يعرفون اكرم هم اكيد شايف كثير من الكولومات والاسس احنا ايش نرسم هيك يعني اين كان الاساس مو شنو نرسم اكرم هذا ريجيد جوينت بين قوسين ريجيد جوينت أن الكولوم ينقل للأساس فورس زائد مومنت واضح؟ أنا سنحكي أشياء تبكر بس نجي بالحياة العملية بالحياة العملية أنه إحنا لا يعني إحنا أنا سكلها أشتغل هنج والجوينت تسوي رجل ليش؟ ما أرد أنقل لل وايا أم أنسأل هذا السؤال أهم سؤال أيضا أنا سألته من كنت صغير في بداية حياتي المهنية سألت الأكبر من عندي إنه أنا شلون هو الجوينت ريجيد وأنا أصممه مو ريجيد شلون هو الجوينت ينقل عزم وأنا أصممه ما ينقل عزم قالوا بسيط جواب جدا بسيط قلت لهم شلون قال أوكي أقعد خلينا نفهمك أجل لود على البناية أوكي أجل لود الآن عزم يريد ينتقل من المنبر للمنبر مثلا من الكولوم للأساس يجي يلقى المقطع ما يتحمل عزم لأن صممنا شنو ما ينقل عزم فما خلينا به الحديد الكافي والكذا راح وين يفشل يفشل انه ما يتحمل عزم فقال من يفشل شي يصير سألوني قلت له يصير كراك قال هو هذا اللي نريده ثم شنو تردون الكراك فقبل ما اشوف هذا الرسم يعني هذا ليش درس قالوا ايه احنا نريد كراك بهاي المنطقه حتى شنو يصير الفري توراتيث او الهنج اللي احنا نريده بالمناسبه هسه ان شاء الله نحكي عنها هوايه من نحكي عن السلاب والبيم هاي نفس الطريقه ايضا من نصمم علاقه السلاب بالكولوم هاي يصيحوا لها نايف ايدج هذا الاسلوب هاي الفلسفه بالتصميم يصيحوا لها نايف ايدج ليش سموها نايف ايدج لانه الهنج شكل الهنج هو شنو كنا من فوق حافظات اي اللي هو يعني لود ينقل بس عزم ما يعني دكتور هاي الكراك اذا يصير بيها مثل اشبهها مثل نقطه التقاء الجدار اذا الطابوق ويا السقف الكونكريت احسن
اثارها اكثر اكثر من مره من قال حائط طابوق وقاعد عليه قاعد عليها وقاعد ها. فلهذا شنو يعني هذا يفطر من يبدي هذا يرد يفطر يفطر هذا عشان نسوي نقولها يا جماعه خلونا في الوساده كونكريتيه هذا 20 سنتيم فشي خفيفه حتى لا يجي يصير لان هذا من يريد يجي يفطر يبقى هو هنا. شوف احنا نريد انشائيا سلوك واحنا نريد اكو اشياء اخرى اهداف اخرى مثلا يسموها هاي نون ستراكشرال ريكويرمنتس مثلا ووتر بروفينج مثلا ابييرنس يعني تخيل نقول انا اريد كراك وجو الناس بدون يعيشون بالبنايه لقوها مليانه كراكس هم ما يفهمون شنو انت تريد تنقل عزم في تسوي كذا هم عدم انت سويت بنايه فاشله مو هذا فضلا عن انهم بنوا الكراك قام يعبر مي وقام يخر مي فوق روسهم وشي يقول لك هذا شنو شنو هذا وين الهندسه وين الشغل لهذا انت كنت شو تسوي الان تسوي هاي البريكوشنز الاضافيه شو تسوي منع رطوبه شلون ضمه للكراك شلون كذا وبالضبط ترى هاي فلسفه الكونتراكشن جوينت اذا سامعين بي شوي ما قد مشهور هذا مسكين كونتراكشن جوينت عفيه صدام الارض كذا مشهور الاكسبانشن جوينت ومشهور الكونستراكشن جوينت اللي من يوقف الصب وكذا ونكمل بس الكونتراكشن جوينت مفصل التقلص شباب ما ادري عليكم ولا ما مشهور هالقد حتى عند المهندسين هذا شنو هذا انت عندك في الظاهره اسمها شرينكج الشرينكج شو يصير يصير بالاعمار المبكره بعمر الكونكريت هذا شو يولد يسموها كريزي كراكس اللي هي كراكس تطلع خرائط كونتوريه اشكال والوان متعرجه وشي شكله تشرح تسوي تمنع هذا مين منه فمين منع شو تسوي احسن شيء انت تخلي شكله مريح شلون مثلا شكله مكان ما كريزي تخلي على شكل مثلا مربعات كذا بالشكل فشو تسوي تسوي هي هاي الكونتراكشن جوينت تجي مثلا تخلي فتفلين تخلي بدك شيء مسطره خشب كذا يعني تسوي جروف تسوي جروف حافه ما كانه حتى يصير بالضبط كل 3 امتار كل مترين كل كذا ها شوفون صبت الارضيه دائما شنو كل مسافه مو بيها هاي لا 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 اذا شوفوا هنا هسه ما يبين بالارضيه الصغيره هاي ما بيها حديد ما يبين يبين بانكو حديد تسليح وين تقول اكسبانشن حديد ينقطع تماما ارضيه واكسبانشن جوينت الحديد والاكسبانشن جوينت شلون تعرفه هذا كل مثلا 30 متر كل كذا بينما هذا كل مترين كل ثلاثه يعني قليل جدا قليل تحبون نستمر بالتسجيل هذا الحكي لو نوقف التسجيل حتى نستمر اوكي خلي القاعده اكسبانشن جوينت هو هذا الحراري انت سؤال جوابه بالضبط حديد تسليح اذا ينقطع 100% بين طرفي الجوينت هذا اكسبانشن جوينت اذا ما ينقطع 100% اكو اها حتى يخلوا له كل شيء اسمه اي هذا صونده او شيء كونديوت انبوب اي فهذا لا هذا كون شيء اسمه كونتراكشن جوينت كونتراكشن يعني افضل الافضل الربط بين البيم وبين العمود يكون هنج نسويه هذا هسه سؤال هذا هسه سؤال سؤال مهم بصراحه لانه هسه راح نجي نحكي عليه نكمل الكلام على الاسس بعد ما ندري بالنسبه للكهرباء شو بتجي مواصفات معينه هذا الاوفرلاب مالته مع كونتراكشن جوينت اي طبعا تيبيكال ديتيل تيبيكال ديتيل اكيد تيبيكال جواب جواب هذا يا استاذ اكرم انه هاي بصراحه الفرضيه هي ان ذا سيف سايد في مكان ومو ان ذا سيف سايد في مكان اخر راح ابسط لك المعنى خل شوي نروح بالسقف والكولم شوي يمكن اوضح الصوره سقف وكولم اخذ ما اقول سقف يعني سلاب بيم سيستم يعني البيم وير سلاب مرة الكولوم ياخذ عزم من 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 السلاب بيم سيستم ومرة الكولوم ما ياخذ عزم من السلاب بيم سيستم اوكي خذ ثاني تو كيسز واضحات طبعا انت من تقول العزم ماكو طبعا احنا نعرف الفريم كله يشتغل از وان يونت لكن هذا يسموه مونوليثيك كونستراكشن يعني مصبوب صبه واحده او انه اكو علاقه بالحديد ما بين الممبرز فمن اقول عزم بثري ممبرز سلاب وبيم وكولوم معناه يتقسم بيناتهم زين الكولوم راح ما يتحمل عزم تقاعد وين راح يبقى العزم الباقي حصته وين تروح ما يتحمل على البيم والسلاب خلينا نحكي بشكل عام اذا هذا الكلام ان ذا سيف سايد المن
للسلاب بيم سيستم. يعني اذا كولوم ما طينا عزم سوينا هنج او نايف ايدج او شو شنو تسميها زين راح العزم بالسلاب بيم يزداد وتحمله كله. So this is in the safe side. لكن مو جابوا سالب واشكال طبعا بس المهم الحصه مع الكولوم المن تروح الان كولوم يتحمل عزم شو حيصير؟ راح ياخذ من ذولاك. الان الكولوم من نقول ما يتحمل عزم وهو منفذ بالواقع يجي عزم هذا مو ذا سيف سايد نقول ما يتحمل عزم. يعني شلون انا اجي الكولوم اقول العزم عليه صفر بينما هو صدق يعني الريل ستراكشر عليه عزم 100 كيلو نيوتن متر حملتها. هو هذا اللي كنت اتناقش وياه من المهندسين اللي تعلمت لهم التصميم قالوا اوكي 100 غير راح يجي عزم وما يتحمل الكولوم ارسم المومنت دايجرام مال الكولوم. رسمت لهم فد مومنت دايجرام مال الكولوم تذكرون المومنت دايجرام مال الكولوم شلون يصير شكله انا راح ارسمه اسمحوا لي حتى يطلع بالتسجيل. هذا الان السلاب بيم سيستم ليفل وهذا ليفل وهذا هاي طوابق مثلا بهالشكل. راح ارسم الان مومنت دايجرام باللون الازرق هذا هو المومنت دايجرام وان كان هو مفروض متناظر خليه شويه رسم ادق يعني بالنص صفر وبالاطراف هو اكثر شيء. هذا المومنت دايجرام حتى راويكم يا شباب على الصبوره المومنت دايجرام. هذه الان هي الطوابق هالشكل وهذا كولوم ارسم مومنت دايجرام. المومنت دايجرام بالكولوم هو هذا يعني اكبر مومنت وين بالاطراف هاي 100 كيلو متر فرضا ولازم انت خايف من عنده اللي دي ينتقد العمود والعمود ما مصمم حتى يتحمله شو راح يصير بالعمود؟ ينكسر يفشل. شلون يفشل؟ يعني احنا نقول يفشل بتحمل العزم شنو مظهر هذا الفشل؟ كراك هو وهو مطلوب سين هذا بهالشكل هذا هسه العمود يفشل هذا هنا اكبر عزم صار الهنج اللي احنا نحبه ونريده. هذا كلام المهندسين كان بوقتها. مثلا اعتبار تنفيذي انا مثلا زين عندي اجراء تنفيذي اتبعه واخليه هنج. اي مثلا قصدك هاي مثلا اللي غوسلاف كان ضربت هاي يردلها شويه احنا جساره تظهر هاي يردلها شويه واحد ليش ما نسويها بالمختبر؟ اي بالمختبر ونجرب ونشوف. والله انا هذا من شفت بالاسكان ببالي راح اسوي هيك بحث بصراحه انه يظل فعلا يجرب وجوينت يعني هو البيم كولوم جوينت بصراحه منطقه بس انا ابينها بالتسجيل حتى هذا نعم مثلا علاقه العمود بالسلاب بيم سيستم ما راح يتحمل العزم فوين يصير كراك هنا فيتحول يشتغل الى هنج يعني هذا حتى يبين ايضا هنا بالشاشه مال الكمبيوتر لان البيم كولوم جوينت خلينا نقول وبصراحه هذا هذا الجزء الكونكشن يعني يتم العنايه به واكو حتى اي سي اي خاص به وكذا وين بس للزلازل يعني يصمم تصميم خاص وبحسابات وحتى بحديد شكل وكذا بس بالستكشر الستكشر عادي بصراحة ما يقول لك هو يكفي انه الحديد مال التلبيم ويدخل بالكذا ويشتغل رجل جوينت وهي عادي مثل ما نقول فرضيات. احنا قلنا اكثر من مرة قلنا انت مصمم وتيجي تشغل البناية مثل ما تريد ولكن الافضل انه اللي تريد يكون يتوافق وياما وهي السنن الطبيعيه بالبنايه او السنن الالهيه انه الاقوى والاضعف والكذا والهاي فبالشكل. مرات ما عندك يعني مرات عندك القضيه جزئيه يقول والله صار ما ادري لا هو هذا رجل جوينت على حده ولا هو نايف ايج لانه هسه هذا الحديد مالت الاصل البيم صغيروني الحديد مالت طالع ماكو طابق فوق حتى يصعد شيء اني بين بين وصراحه واني ايش اسوي فش اسوي اسوي الشغل مرتين شلون اروح من اصمم السلاب بيم سيستم ايش اقول العمود لما ياخذ عزم ياخذ عزم سوي طابق اجي او في البنايه كلها واجي روح خلي هاي اسوأ حاله اسوأ عزوم اخاف ما يشتغل في يوم من الايام يفكر هذا الجوينت ما ينقل عزم اي ام ريدي مو اي ام ريدي ذا ستراكشر از ريدي زين صممت انه يكون مؤهل خوش الحاله اللخ انه لا العزم يجي عمود هم اروح اسوي لي ملف ثاني انه العزم طبعا من اقول عمود والعزم اخذ مع البنايه كلها الفريم كله وانقل له عزم
وروح أصممه وكذا. إذا انتقل عزم الكولوم جاهز، ما انتقل عزم للكولوم السلاب يمشي جاهز. صح شوية خسارة أكثر بالشغل، بس أنا اقتربت من احتمالات كلها الثانية. يعني أنا قلت استقبل شوية استعلاق رغم أنه هو in the safe side في شيء و not in the safe side في شيء آخر. الآن سويت in the safe side للكل، واضح؟ نعم. يعني في تفوق انه بنج الامر، يعني احنا اغلب البنيات هي رجت رجت رجت، يعني كل النقاش كل الجوينات مالتك رجت، كل الابنيه اللي هي سبات مالتها شو 6 متر 7 متر مو اكثر من هذا. افترض عمود هنج الامام، اي يعني حتى انه السلاب بيم يخاف ما اشتغل رجت جوينت، خاف الدورات مثلا صغيره قليله ما ضبط بالبيم شيء. يعني تدري شنو احنا بنقول رجت جوينت؟ يعني حاول تقينا رجت جوينت تيبيكال بصراحه. يعني دائما هاي وين الظاهر تصير هنا؟ شوف انت من عندك هذا البيم وهذا الكولوم، انت من تقول لي انا راح اخلي الشيش بالبيم على شكل حرف او، نعم بقول لك انت والله عاشت لك خوش مشتغل كذا، بس بتقول لي لا والله انا هذا البيم هذا حديده والكولوم هذا حديده وهذا هنا واقف وهذا هنا واقف. ما تخاف من التغيير دكتور؟ هو هو احنا مو نفذ شيء؟ لا ايش يوم يوم من هذا هذا البيم ينزل جوه دكتور. اسمع اوكي بعد البيم ما هو البيم بيم يكون الساحه ما ادري ما يكون الساحه اكو هذه زين هذا هو البيم ماكو صبيت العمود مو تمام هذا هم ماكو البيم ايش طلع عندي الان العمود خلصت هنا دورات ماشي اجيت بدي انفذ البيم هذا البيم كذا الألوان مو مشكلة زين الحديد الآن مال البيم نعم هذا حديد البيم غير أي نعم ما طب بالكولوم ما طب وين هالكروشة اللي تقول عليها لا نزله سوي لك كروشة ونزله حرف أو نزله إذا حرف خارجي وين نزله وين نزله بالكولوم بالكولوم صب العدول يعني عمود صب العدول دور يسوي أطول من اللازم ويعود ممتاز ايه عشان تشتغل صح انا ما عندي بصراحه هم كل يعني كلهم يشتغلون ممتاز هذا الان ما نخاف خاصه الخارجيه بصراحه امشي الخارجيه زين اذا اكو شيء انه هذا الان اكو شيء هنا خلاص يطلع اسوي بس الداخلي ما اسوي دكتور ما نسويها اذا داخليه يعني انت تعرف ترى تقاطع يعني هذا يطلع فوق وهذا يطلع فوق لا اي ما اسوي اذا رجعت اكثر من طابق شلون راح اكثر من طابق يعني الدور هذا خارجيه لا هو هو عندك اكثر من طابق هاي تنقع وشته مو وحده واحده استاذ ابو ابراهيم هو انت هذا دولات الثانيه لا وشته الشيش مال الكولر بعد ما يصير عوجه الشيش مال مين. نعم اذا احنا نستمر حقا في هذه المحاضره ولا زال الكلام هو يدور في كيفيه تمثيل الاسس او علاقه العمود بالاسس وقلنا هناك امكانيه انه احنا نقيد الحركه بحيث نسوي الاساس اما هنج او فيكست وممكن ايضا نسوي الاساس الى سبرينجات وكل واحده لها فوائدها يعني اذا نحكي بشكل جلوبال كل الحالات كل واحده لها تطبيقاتها ما نقدر نقول نلغي خلينا نقول واحده من هاي الاشياء الثلاثه زين فاحنا خلينا نرجع الان للبرنامج شلون نسوي هاي الاشياء بالبرنامج اوكي بس يبقى بعد البنايه وشنو اسسها وشلون احنا راح ننفذ وفرضياتنا كمصممين هسه عندنا فيكست تلاحظون الان هاي حريات الحركه السته كلها مضروبه تك واصلا مطفيه يعني خلاص الحركه مقيده مو بس مقيده غير قابله للتعديل هماتين بس من نقول بند راح تثبت حريات حركه راح ينطلقن وايضا غير قابله للتعديل هي الدورانيه لان احنا نحكي ان سبيس اكو فيكست بات هي هذه اللي انا قلت السبرينج دخلت بالسبرينج حتى انا هسه اجي الان راح تفتهمون شنو الكلام اللي موجود بالبرنامج من خلال المقدمه اللي انطيتها الان انت من تقول اف اكس تنطيها تيك شوف ايش صار بالحقل اللي بصفها لا كان مفتوح كرار انطفى زين معناته شنو هسه اطلقت الحريه الافقيه اف واي بصراحه ما متاكد هل اطلقت او قيدت يعني خليني اكون دقيق يعني هذه سنقول تك
اطلقت هي المفروض بالمعنى بس يعني يرد لها انه احنا هو شوف سابقا كان ذني هم يضرب هنتك يعني حقا انا ما اعرف انا بس شيء اللي اقوله هذا الحقل هو شنو ليش اكون متاكد سوي تجربه مثل ما قلنا يعني انا ما اعرف فرضا هسه الان واريد اعرف فش اسوي اضرب هنتك مثلا كلهن واجي انطيهن سبورتات واروح اصورهن شوف شو يصير هذا حريه انستيبل يجوز ممكن تحبون نسويها هسه آه بس بعدنا ما خلي يمكن لود وشي خذ يطول الفكس كلهن مقيدين انا هم تقييد هذا تتوقعون هي تقييد تقييد اصور تكيه حريتها زين يلا اوكي انا هم احب اعرف حتى اكون واثق من نفسي عاد قيدتهم كلهن هسه الان المفروض صارن فيكست راح اجي كلهن هسه راح اسويهن فيكست ساين ما رسمهن يجوز ما يرسمهن مو شرط مو دائما يرسم السبورت زين خليني اخلي بس السيلف ويت اسمحوا لي اجرب هاي التجربه اد كلوز راح اخلي سيلف ويت بس اتجرب فدران تجريبي نشوف شنو اللي صار هذه السبورتات اللي حتى رسم من رسمت هذه البنايه راح تطير بالهواء لو راح تشتغل كانه فيكست من الاسفل بس نعم سلام نخليها السيلف مو المفروض هو يعني ياخذ سيلف ويت كديفولت ما بدا احنا نقول له اساين لا لا هاي كان قبل كان قبل هسه بعدين رجعوا بصراحه خلوا سيلف ويت اختياري تنطي منبر ما تنطي المنبر اي اعتبار هو ديد لود وهذا هاي من الاشياء عفوا ماذا انا مستغربت من الاشياء موجود وزنه ليش ما اعرف يعني ضافوها فد اوبشن وين ما اعرف وين يحتاجوها بعد هسه شوفوا ايرور صار ايرور بس ما ادري هل الايرور سببه اكو وارنينجز هوايه والله هاي سو وارنينجز اكو تكرار اكو مشكله لا ما لها علاقه بالسبورت لها علاقه بالبروبرتيز اكو شيء الظاهر احنا ما منطي خلينا نرجع هسه للبروبرتيز نشوف شنو هاي كون كامله هاي هم كامله وهاي كامله اذا وين المشكله كولومات ماكو مو لا هاي كولومات نفس الجسور ايه وهاي موجودة وهاي موجودة هاي نصير عندي هيك حالات شوفوا شو اسوي اهم جيد خلينا نقول حتى نتعلم اشياء جديدة ارجع لل سوري ارجع للاوتبوت فايل هذا الاوتبوت فايل اسمه استاذ اوتبوت وين الايرور ايرور احمر وورنينج ازرق هسه ويا الايرور اوكي هو قليلات شوف يقول اكو إلاستيك موجولس مفقود للنمبر ايش قد رقمه 4125 وايضا مفقود المن 4126 من المنبرين مفقود بها معامل مرونه اوكي سيلكت باي ليست زين هنا هسه ما ادري هذا 4125 بيم اليمنت لو بليت اليمنت راح افتح القائمه البيم طلعت لي قائمه البيم ابدا الان اسوي سلكشن على اساس الرقم اذا بيم نعم كل المنسات شلون البحث يعني هم طلع لي اقول لك لا عفوا انا ايش اسوي جعفر انا هسه قال لي اي مفقوده بروبرتي مفقوده يعني لو ما يعرف الماتيريال لو ما يعرف ابعاد المقطع اللي هي ديفولت وياها شنو الماتيريال بس المن مفقوده لقيتها مفقوده المنبرين بس زين جيت على البروبرتيز هنا باوع دا اشيك السلاب كله موجود الدوم كله موجود الكولومات والبيمات كله موجود فاذا من هو المفقود فش تسوي تروح تعينه بالرقم يعني رحت باوع للاوتبوت فايل ولقيته يعني ممكن يكون خلينا نشوف هسه طلع رقم 4125 وواحد لاخ وراء 4126 أردعين بس هنا بشوف وين ذني وين مكانهم فأروح انتبهوا وياي select by list قلنا ما ندري بيم لو بليت فنجرب إذا ما لقينا الرقم هنا وين نلقى بالبليت هو طلع هنا موجود هاي قائمة هذا هو
لقيناه لو ما لقيناه؟ اها وهذا الاخر اثنيناتهم واحد بصف الاخر. اوكي خليه ما دام احمر هناخذ هذا نجيب الكات سكشن حتى نجي نوصل بصفه شوف هاي شنو مشكلته هذا ليش ما اخذ هاي ما اعرف واحد منكم اقترح بس لا انت اكره اقترح انه شو اسمه نسوي رينج بيم تتذكرون ذني ذني الاثنين ذني شوف المسؤول القابل شنو صار فجر البرنامج زين بس ذني هنا سوينا التجربه ديليت شفت شلون يعني حتى تبقى محتار هذا وين ايرور وشلون وكذا لا روح عينه للمنبر وشوف شنو قصته زين اوكي هسه نسوي الران احنا هذا شوف بعدنا عن القضيه الاصليه اللي هنا شنو السبورت قلنا ما نسوي تك شو يعتبر فيكست لو مو فيكست زين كمل الظاهر ما بي اي اشكال خوش زين هسه انت شو تقولون اخذ مو انا تفنسون جزء اخذ هنجات ريليز مو ريليز شنو تعني اطلع بس اعتقد اخذ فيكست ليش لانه مو معقول اطلق الحركه 6 ثن احنا ضربناها صح 6 ثن يعني صار فريك كان المفروض ما يشتغل اذا شنو معناها ريليز اسف انا اقول يعني ريليز عكس المنطق هنا لانه ريليز هي اطلاق صارت ريليز من نسوي تكين شنو يعني يعني نثبت ريليز يعني بس الحركه العموديه والافقيه لا كلنا سويتها لا كلنا انا فاوع شوف هسه هذه اديت شوف 6 ثن ضربتهن تك اذا كانه لاني 6 ثن هن قيدتهن وصار مثل الفكس بصراحه انا يعني لو عندي وقت وحدي اسوي ملف مثل هذا واروح انط فيكست واروح اقارن بالنتائج يعني بس ما اطب ايوه اخص انا اخسركم من وقت الدوره بس شوفوا اني عشان انا اعلم نفسي بنفسي شلون اني اخذ قرار حتى افهم هاي الريليز اطلاق لو مو اطلاق دكتور هاي بصفه شنو يعني هو انا القي ان جيت بس انا بصراحه هم يعني قلت خاف اقول فشي يطلع غلط انه هل هاي فيكست تعني لو اطلاق الحركه تعني فيكست زين الان خل افتحهم كلهم ارجع من جديد الامر الاصلي كان مفتوحات ها هسه اصبح حريه حركه مو هسه المفروض هذا حر الحركه تشينج ها يعني اعتقد احنا انا صار عشان صار شلون قلب فيكس صار اي بالمناسبه ترى الاديت بالسبورت قليل جدا محدود ما اقدر انه تمسح خصوصا فيكست وبن وهكذا اصلا شيء اي ماكو يعني كرييت خلينا نرجع هو هذا وين هو فيكست بات فيكست بات هو الحكي اللي انا هسه قدمته لكم اللي هو هذا السبرينجات انواع السبرينجات اللي هو شنو انت تقول هو لا مقيد ولا حر هو بين قول لنا الكي مالتك ايش قد كي مال الحركه باتجاه اكس كي مال الحركه باتجاه زد باتجاه واي دوران باتجاه اكس حول اكس حول واي حول زد 6 تندني 6 سبرينجات واضح زين راح تقول انا اعرف قسم وقسم ما اعرف وكذا المهم هسه هذه بحث اخر لكنه شنو خنبوع الوحدات الوحدات صار سبرينج بس مو اساس هاي فرق كي نيوتن لكل متر ايش قد القوه اللازمه لاحداث وحده واحده او كي نيوتن متر لكل ديجري ايش قد العزم اللازم شنو لزاويه الدوران جوينات لو بس للسبورت انا داش نود نود في نود يعني كل نود موجود بالبناء تتعيد انت سو شلون سعينا سبورت انت تتعيد احنا قاعد نحكي ليش جوا اسس كانه اسس بصراحه احنا هماتين هذه هم نروح عليها ليش هذه تبدو نظريه ثاني هواي هماتين انسال وانا هم يعجبني اسال بصراحه هاي انفورست وهاي شنو قاعد تلاحظون مو؟ ماكو فرق؟ ماكو فرق هل معقولة خليهم بدون فرق؟ لا بدكو فرق الواحد اللي خلق يروح يقرأ الهيلب وكذا
لأن إحنا بصراحة إحنا اللي عندنا فيكست والبند وعندنا أمر مهم فاونديشن. زين خلي البقية هماتين بسرعة علينا شنو اللي أفتهن. Enforced قلنا مثل الفيكست بصراحة شنو ليش الفرق معه. Enforced but هذا شنو؟ لا مو سبرينج باع ولا وش بس صورة كوش باع هذا النبطان وهالشباش إيش شنو هذا؟ انفورس مو كله مغلق. انفورس بات مبين قسم يعني انت تغلق يعني انت تمنع وتسمح. انا اصنع سبورت بس محروم من شيء هنا أنا. شنو يا هو اللي ما اقدر اتدخل به التغيير الجزئي. احسنت محمد. يعني انا لو امنع لو اسمح فانت كيف روح سوي سبورت. انت صمم السبورت هذا تقول منا ممنوع منا مسموح بس تقييد جزئي مال ابو سبرينج هنا ماكو. اوكي مبين من المربعات مفتوحه لك بس شنو لو مفتوحه لو تك ما دام ماكو كي ماكو سبرينج. اوكي بعد شوف هذا اللي بصفه مالتي لينير سبرينج هذا شنو. اوكي يبدو غريب هو فعلا يمكن هذا الابحاث بس خالي لانه مني يعني هو كي وحده ما ندبرها انه مالتي لينير. شوفوا شباب هاي التربه نقيسها طلمت لود نخلي لود نقيسها طلمت. اوكي فاذا لود سطلمت. اوكي بي على دلتا شو يطلع كي. اذا كي شو نقدر نقول هي السلوب مال من مال هذا الخط. سيقدر نحكي شوية رياضيات. هاي هي K إلى 1. إذن هاي هذا الرسم يبين لي خواص السبرينج. هذا المالتيلينير سبرينج شوفوا شلونه. شنو هذا الدائر اسمه؟ يعني سبرينج إلى أكثر من كي. يعني سبرينج أول ما تجره قوي جريته زايد شوية قلت قوة مالته فالسلوب إيش صار بي قل. بعدين أقول لكم من يصير هتشي هذا شو اسمه هذا شنو هتشي يصير خط عدل بعد ما يعني مثلا يعني بلاستيك هي هيك قمنا فهم شوي انه من اجره بعد ماكو يعني ما يرجع والله ينجرج ماكو ما يرجع يتلولو يصير يعني سبرينج. هذا اللي كنت حسن قال اول شيء انه هذا سبرينج بلاستيك. هسه اذا مش واحد يقول هذا وين مثل احنا قلنا هاي تحنس كي واحده مال سبرينج هذا اللي قلت قبل شويه انه ملتي كي اكثر من كي. يعني بصراحه احنا حتى كنا يعني اصدقائنا يستعملوا برامج هذا الخليل الباحثين شوفوا من هالقد الى هالقد الكي هالقد من حسب الديسبليسمنت. زين بعد شكو ابراهيم كان اكو سؤال عندك ماكو تنج شو اسمه هذا بالله تنشن كومبريشن اونلي سبرينج. هذا سبرينج بسيط مبسط لو تنشن لو كومبريشن يعني اكسيال تنشن لو كومبريشن هذا شوف تنشن اونلي وكي اف اكس اتجاه ثلاثة اف ماكو روتيشن ماكو. هذا بالظاهر انا اتصور كلهن خلوهن بامر اللي له علاقه بالسبرينج قصدي خلوهن بامر شويه قريب من الحياه العمليه سموا فاونديشن. يمكن لو احنا نطلب البرنامج لاول مره اصلا قوه راح نروح نركض عليها من احنا اصلا سبورت من نريده من الفاونديشن. هذا كلمه جاذبه جذابه بالنسبه لنا زين انه نريد نعرف شلون نمثل الفاونديشن. اوكي فشوف الان هذا الامر راح شويه على كيف بي راح اقول لكم ايش مكتوب بي وايش يريد من عندنا حتى نشوف نقدر نستعمله لو ما نقدر نستعمله. انا هذا استعمله راح اقول لكم شلون ما نعرف بالسبرينج. طبعا اكو فوتينج ال ابع ان ال دبليو شنو هاي ال دبليو لينث وث ابعاد الاساس. اوكي ابعاد الاساس
اوكي زين، واختار الاستيك مات بليت مات. مات قلنا شنو؟ حصيره رافت فاونديشن مات فاونديشن. اوكي هذه الاستيك مات بليت مات هم راح يتبلها شنو خالص نوعين وكذا، قمت تقرا بالهيل مالته وادور بالنت وما ادري شنو، طلعت هاي طريقه هو يحسب بيها. احنا قلنا هو وين يشتغل؟ يشتغل بالنود. انت راح تقول له اكو سبرينجات، هو وين راح يفتم السبرينجات؟ وين صايره؟ هم بالنود. فايش راح يسوي هنا؟ هنا بالالاستيك مات انت راسا تروح للنود تعين لها سبرينجات. من تقول له بليت مات هو لا يعتبر البليت جواها سبرينجات، بس ينقل خواص هاي السبرينجات لوين؟ للنودز. وش كاتب بعدين اتذكر ملاحظه بوقتها من انتوا على واد دوروا، كاتب هو البليت شويه اكثر دقه بالحسابات. لهذا انا قمت اجي اروح شنو اختار راسا بليت مات. بس شنو بالاساينمنت لازم اسوي اساينمنت المن للبليت اليمنت، بينما بالالاستيك مات اسوي اساينمنت المن للنود. اوكي هاي الثانيه. بعد شكو الدايركشن، بصراحه الثانيه ما اعرف ليش اكو واي وواي اونلي، ما ادري ليش مش ما بش مو واي بس، يعني واي اونلي شنو فرق؟ انا اجي اسوي تك على واي اذا بس واي، شنو معنى انا اخلي واي اونلي؟ ما اعرف، لابد اكو فائده، لا الواحد شوي يتعمق اكثر يقرا بالهلب يجرب. لكن نجي على اهم شغله بهاي النافذه كلها وهي سبجريد، موجنس اوف سبجريد رياكشن، وهذا هو الاسم شو نقول الاسم الحقيقي للكي من نستعمله بالاسس، هو اسمه حتى خاف واحد يتعامل ويوم مختبر تربه كذا، هذا هو اسمه موجنس اوف سبجريد رياكشن. يمكن هو مبين سبجريد نستعمله دائما، وين هاي سبجريد؟ بالطرق وبالكذا وبالطريق سبجريد. رياكشن رياكشن مال التربه وموجنس، لانه هو شنو؟ هو يعني لكل وحده طول لكل كذا. فشوف وحده القياس مالته باعوها ايش مكتوبه عندكم او هنا، كيل نيوتن لكل متر تربيع لكل متر، اللي قلنا اياها تتراوح من 1000 الى 100000 الى ايش نختار؟ راح نختار هسه فون فوتينج. زين قد ابعاد الفوتينج مثلا متر في متر سلع على التعيين قاعد نحن شو اسمه زين، ونختار هسه يصير نختار بليت مات سؤال وهذا ها نخلي بليت عافيه الاسس شنو مو بليت اسس نودات اوكي خلينا نرجع ها لا لا تقصد البليت مات هاي طريقه تمثيل البرنامج للسبرينجات بليت اي بليت مات موسم شنو يكون اكو عندي اكو رافت جوا يعني اكو بليت اليمنت جوا مش ما عندي شو انا اسوي رافت تقترحون عافيه هو بليت لا هو نسخ راسا هو بليت بس شنو هو الرافت نفسه وينه هو هذا بس نزله جوا او انسخه مو انا جوا انسخ واحد مثلك كوبي هاي بصراحه دائما شيء يسوي الطابق هذا يعني الارضي او الاول ماكول هاي الالمنتات شو اقول كوبي الان زين واي ايش قد ناقص 4 4 من 3 4 4 اوكي والله كل نقطه اها صار رافت جوا البناية. إذا عندنا رافت أكبر من مساحة الطابق. أضيف طبعاً أبدأ أسوي كوبي نود وكذا أو ممبر أطول أو شيء. أكو شيء مهم كنا ننتبه له. أسوي الأسانمنت مال الجد السوق. طبعاً بعد طبعاً طبعاً شو أول شيء أول معالجة كنا نسويها بابا شنو؟ ها أنا سخت بس البليت آسف عباين سخت البيم وياه شيء كنت أمسح البيم كنت خاف البيم بس أكو شيء ثاني أعتقد. ها هاي الفتحة هاي هم زين ما جدتي جيد ماكو أشياء مثلا مصعد الكذا يبقى مفتوح تكون شو تسوي تجي تضيف إليمنتات والسد دائما أنا أسوي العملية إذن أسنطي ثيكنس يختلف أسنطي إذن أوكي خلينا نروح عوفة للسابورت بروبرتي ثيكنس الآن الرافت شقد إبراهيم تقترح 50 سنتيم قد 50 سنتيم الآن أجي أعين هذا الرافت مالتي
على 50 اسف 50 سنتيم assign to selected plates. اوكي جيد، خل اتاكد الجهه الان هذا تحت الممتاز. زين اروح الان الى support create foundation. الان plate mat بعد ماكو داعي حق شو اسمه شوف انطفن ذني لانه شنو انا معرفه plate mat، وراح اجي انطي spring. اوكي why only او واي قلت ما اعرف عن الفرق بصراحه شنو ممكن هذا او هذا. زين الان قدام تي سبرينج لو من الف الى 100000 ماكو بالكود خير امور 5000 هذا غير اوسط 50. زين اوكي يلا خلينا نخلي يعني ما خلي شويه ناخذ شيء بعدين 5000 وخذ انت 50 هاي شنو الا مثلي. اوكي زين هسه هذه اجي الان انا مختار بليت مات فشوف هسه اذا باعه شوف هسه وراح باعه ماكو ما تلقيت لازم لا غيرها الى بليت اليمنت وعين البليتات هسه تلقيت لان مختار بليت مات يس هوايه طبعا نودات حقه كلها راح تعطيها سبرنجات هاي او خلينا كل البليتات يعطيها سبرنجات احنا عينا البليتات هاي كلها بنايه جواها سبرنجات. اوكي هذا الشغل دكتور في معزل عن الاستاندرو اوف هذا اون فاونديشن لا هو يعني شنو في مقارنه سايد برو فاونديشن دكتور اصلا ذاك البرنامج صراحه ما اعرف له ما اعرف سايد فاونديشن ما مشتغل به عشان قاعد اشتغل هسه استاذ برو. احنا اتفقنا انه الان تحت تحليل تصميم لا نفكر بالتصميم لانه ذاك غير شيء. فهناك بالتصميم حيصير السؤال اروح استاذ فاونديشن لو بايدي لو كذا ذاك حكي اخر. اوكي؟ بتوصل هو نحسبها هاي البيتا من 30 ل 30 اي هو مثلا بالضبط قسناها مثلا بالمختبر قلنا خمس قسناها هي يعني بالضبط استاذ عنها منه كيف انت؟ ها مو هي هذه الا تطلب معلم يعني هاي ما موجوده بكل كل تغيير تربه اصلا ماكو كل يعني تغيير تربه هذه من اقراها ما حد يقيسها الا على طلبك ها؟ غالبا يعني اسمه تحريات تربه شرع الدوله اي ما حد يقيس هاي الكي الا تطلبها انت حسبوا لك سعر اضافي هم التحمل يحسبونه على بنتريشن تيست وبين الكباسيتي وانتهت ما لهم علاقه احنا اشتغلناها شغل ما فيها ندري يعني صدق متى مستشفى او ما تحكي شيء احنا اشتغلنا بس سلحنا بس كملنا اجوا جابوا فحص وهذا جابوا البليته وهاي يلا حكينا عليها والله زين حتى على الصوره حلو وثقل مال الشفط نفسه جابوا شفط هو اللي عجق يعني سوى لود جوا شفط شفط فوقه وزنه هو ترى هو شنو يرد النقطه ثابته اعتقد هو يعني فالشيء وزن الشفط ثابت والجق يضغط لي جوا الجيت يطلع صح ما في يعني قالوا كي بس ان شاء الله الان فهمنا جيد يلا جيد اي بس هو هنا بس ذكر الكلام الناس سؤالش قاصه مشغلين بس مو يعني هذا بدي اقوله انت يعني قلت بغير شكل انا قلت هو هذا السؤال المهم ليش دا نقيسها وانت سبع ضفت انه احنا دا نقيسها واحنا الاسس منفذيها سالفه دا نقيسها احنا قاعد نصمم مستونا فيعني لو اكو مشكله لو اكو تحري عن سطلمنت او شيء ما اعرف اكو غرض لازم ما اعرف دكتور ما اقدر بصراحه اجزم يعني بس انت نشوف هسه الان اذا احنا نريد الان سبرينجات ونعتمدها سالفوات لازم شنو بالمختبر قبل ما يعني نصمم البنايه نطلب من المختبر ان يفحص لنا الكي دكتور هذا اساس مره صارت بطريق طريق مشروع طريق طريق عمان زين كان شركه اماراتيه زين اسمها عمان ديفلوبمنت بالمطارات اي فكان بالفحوصات المكتب الاستشاري يطلب فتره وفتره يسوون هذا الفحص مال السيتلمنت بس كان طبيعه المواد المدفونه تدري المنطقه الجبليه صح فما كان يعني الطبقه النموذجيه او نوع التربه هو متجانس كان بيه صخور وبيه فيكون سمك الطبقه كبير فكل مثلا كل متر كميه فهذا ما يعطيك ما يعطي انديكيشن في مكان معين عن كل الاماكن لازم انت تعيد اكثر من مكان يسوي هذا يجوز هذا سبب ساعدك رام
بجزء هذا السبب يعني استاذ فاضل ربطها ولو بطريق يعني مشروع طريق، لكنه لغرض سيتلمنت مو لغرض الاسس. يعني شوف احنا شفنا بليتا وفحص الجزء، احنا قاعد نحسب سيتلمنت قاعد تشيك سيتلمنت، لكن مو لغرض حساب كي للسبرينج اللي هو شنو نمثل به الاسس. وهذا اكيد اصلا اكيد مو هذا الغرض، لانه بناء بيرنج كاباسيتي. اكو طرق لقياس البيرنج طبعا غير هاي المعادلات بصراحه، يمكن اعتقد من يعني بصراحه اختصاص اهل التربه ما اقدر ادخل به وارجم بالغيب. يمكن فيجوز شكوا بالبيرنج كاباسيتي، انه بيرنج كاباسيتي ينحسب من يعني الطرق هاي التقليديه اللي بنتريشن تيست والضربات مال الحفاره مال شنو جزء هذا فشيل الوثوق اكثر بصراحه. ما اعرف، ما اقدر احكم بعد اكثر من هذا. احنا انا اللي انا هنا سويته، وممكن اقول مثلا لو كان ساكو جزء من هاي الجزء من هذا الرافت قاعد على منطقه اعرف بها ضعيفه، فاقدر اسوي هذا التفاوت. بصراحه انا بالنسبه لي هاي فائده السبرنجات، يعني في حياتي العمليه المهنيه السابقه انا هيك استفيد من السبرنجات، ولا البنايه العاديه لا اصلا ما استعمل سبرنجات، اروح خلي هنجات جوا الكولومات وانتهت واصمم الاسس بطريقه شغله نحكي عليها يعني من نحكي عن التصميم. فهذه تفيدنا بس من اكو تفاوت بانضغاطيه التربه، اكو ديفرنشال سيتلمنت بصراحه راح تعطيني اصلا فالتوزيع ازوم وشي يختلف تماما عن التربه المتجانسه اللي هي تكون نفس البيرنج كاباسيتي او نفس النسيج لكل الموقع. احنا يعني انتهت هاي هسه حق نصف المحاضره التاسعه. نعم موانسة معينة element assignment أقدر أعين نص ونص، أدخل أكثر من كي يعني أكثر من support. شوف create واحد ثاني، أروح foundation أخلي غير كي وأعين غيره. أوكي أكبع السؤال قبل ما ننهي التسجيل. نفس الشيء طبعا صح. أنا شفنا لين مثلنا الأساس. شوفوا شباب انتبهتوا، خلي فات شغلة يمكن عبرناها بسرعة. من طلب من عندنا أبعاد الفاونديشن، شنو الفرق عن هسه سويناه؟ لو كان ماكو بليت إليمنت جوا واني خال نقطة بس وعندي فاونديشن جوا سبرنجات، هو راح يجي يفرض بالضبط أساس منفرد كأنه أحسن لكل كرة، هو يسوي له سبرنجات. فهو طلب من عندي المساحة ليش؟ حتى هو يحولها الى element plate وكذا ويحولها على النود وشي هو يشتغلها بإيده. واضح؟ جيد.